السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا نعاودو نتكلموا، لازم هادو الناس يروحوا، كي راني نتكلم لازم هادو يروحوا. هي نورمالمون كون جاو رجالة، هذا المدرب وهذا كاع مصطفى بالسكري يحطوا الاستقالة تاعهم. بصح الكرسي كرسي كي داير بالونس شويه، علاه تهضروا تقولوا كوب دي موند عليه؟ علاه تهضروا تقولوا كوب دي موند عليه؟ علاه تشاركوا فامكم؟ كون قلتوا يا ودي حنايا عندنا زاري صغار، حدنا وحد روحنا الى صرنا خشه وفتنا. انا قلت لكم بلي يا ودي نورمالمون الكونغو تفوتوا، انا قلت لكم بلي نورمالمون الكونغو كيما نهار اللي كيما نهار اللي درنا دودو مع بوركينا فاسو، قلت لكم يا ودي رانا سرقنا. الحمد لله بنادم يهدر كلمة الحق ونموت على كلمة الحق. ما تنساوش خاوتي بارطاجونا لي فيديو، بارطاجونا، ولي يبغي الكذب يروح عند ياه عند الجراو تاع مشاكرة. انا هنايا نتكلم لك في وجهك، انا هنا نقول لك مغاربة لعبوا خير منا، ومدرسة قوية وإدارة قوية وشيبة قوي، يعني شيبة كون نعطوه ليكيب ناسيونال الأ نروحو نجيبو بها كوب دافريك. شيبة 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 هذا هذا شيبة هذا سعيد شيبة، كون نعطوه المنتخب الوطني الأول تاعنا نجيبو كوب دافريك. خاطش حنا ما عندنا لا في ما عندنا مدرب في المنتخب الأول، ما عندنا في مكاش كاع، عندنا ربع مدربين مكاش. هذا يمدح ذا مكاش. على ذيك الجماعة عطونا يعني من فضلكم بارطاج، بارطاجونا عاونونا بالبارطاج، خاطش عليه كاين لي بغو يسمعو مشاكرة ما راهمش يبغو بارطاجو ماكسيموم. هذه اللي نقولها لكم. وين كان تحت 17 سنة المنتخب المغربي يبلغ النصف النهائي، يعني بكل جدارة بنتيجة والأداء، يعني بنتيجة والأداء، يعني بخطة تكتيكية منظمة. أنا عجبني شيبا مي كنا 0-0 قال للاعب تاعو، قال له خدم راسك كيما قلبات الكاميرا، قال له خدم راسك خدم راسك، قال له خدم راسك مش كيما تاعنا 4-4-2 وضرب حوسو على انطوف. يا ودي وين انطوف هذا؟ وين جاي مسكين؟ ها انطوف يا ودي قلبوه كيما نهار السينيغال قلبوه ربطوه داروا فيديو باتو اليوم فانيك، ما كانش بلوا عليه ما كانش. تا المنتخب تاعنا مانيش زعما ما درناش ثلاثة تاع لي باس، عاودوا عاودوا بارتي برحمة الوالدين، عاودوا البارتي. لا راني نكذب عليكم، انا كان نهضر كيما هادو باش يروحوا. الى عندكم عندكم غرام تاع رجوليه، عندكم غير غرام تاع رجوليه، الله يرحم الشوابي روحوا حطوا الاستقاله. نورمالمون كون في الندوه الصحافيه دينا كيما هكا جماعه سايك ما تطرحوا لي سايك راني رايح انا هاكا تسيبو باغي يقعد باغي يقلب الايفا ولا باغي دراهم حلوين جايبين تاع تاع الفيديو هذو تاع الفيديو هذو المحللين هذو وين جبتوهم؟ مين وين جبتوهم؟ على بالك بلي ولد حسين جناد، ولد حسين جناد، ولد حسين جناد، على بالكم بلي راه يخدم يعني في نادي في الكويت وقيله ولا في قطر، يخدم في نادي وقيله في السد ولا ماشي يخدم تاع الفيديو يرتب الفيديو قاري. طردوه كان قالب كان قالب الاتحاديه طردوه طردوه كان قالب الاتحاديه طردوه. ود حسين جنات كان خدام في الاتحاديه طردوه، خدامه بالديبلوم تاعو، الديبلوم تاعو جايبو من الخارج ماشي منا ماشي تاع صداقه، جايبه من الخارج. هيا طردوه، هيا راح دار دومو تاعو داتو قاطر، وقيل راه في السد ولا في الخور، وقيل راه كيما خدام. عندهم الحق، عندنا ذاك حكيم، عندنا هذاك حكيم حكيم السبع ديك خطره داروا عليه الانترفيو في الكاس يقري مدربين تاع الحراس، هاو تاو جيبه لهنا. عندنا ذاك ايدير هذاك لهنا جا مسكين 15 عام خدام في قطر، كاين هذاك اللي كان يلعب في النهد هذاك عند في يلعب راه قاضب في قطر، كاظم مشاريع تاع قطر. جيبوا الكفاءة، ها شو المغاربة شو هم يخدموا بالكفاءة، يعني كي يحطوا واحد في المنصب يحطوه خدام الكفاءة تهدر خويا، ناس بالكفاءة تهدر. هذه هي أنا نقول ونعاود.
لازم يكونوا ناس وطنيين كيما المغاربه من وطنيين يبغوا بلادهم. هذه شحال من خطره كنت نقول لكم الناس يقول لك انت يا من ما كان لنا لا والو وراه شو ديروا كيما صح صح مشي المغرب انا لعبت مع المغرب نهضر على المغرب ديروا كيما السنغاليين كونوا رجاله هذه هي نعاودوا نقولوا نديروا يعني نتكلموا وين كتب المنتخب المغربي الاقل من 17 سنه صفحه جديده في تاريخ كره القدم بعد زمان ما كان في المونديال بعد الانتصار على نظيره الجزائري ب3-0 في مواجهه التي جرت على ارضيه الملعب الشهيد حملاوي لحساب الدور الربع النهائي من كاس امم افريقيا ولاحق المنتخب المغربي بنظيره السنغالي في النصف النهائي المسابقة حيث سيواجه المتأهل من المالي والكونغو يوم يعني الخميس هذا إن شاء الله يعني والله لا شيبة هذا اللعب لعب أونسيا جوار لعب ويت لعب ميليو تيرا لعب كوب دي مون 98 لعب دمر 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 شيبة انت كي تشوف واحد هذا رومان هذا برحمة الوالدين وين لعب والديبلوم اللي عنده وين جايبه هذا وبالعودة للمباراة وين باشر المنتخب المغربي الضغط على المرمى الجزائري وكاد أن يأتي بالجديد منذ الدقيقة الأولى بعد إبعاد الخطأ من المدافع الخض فيما اكتفى هذا الأخير بفرض يعني محتشم لم يعني وين شعدنا وين المنتخب الجزائري رد كان محتشم كثيرا ولم تشكل أي خطورة على مرمى الحارس يعني المنتخب أسود المغرب واستمرت السيطرة المنتخب المغربي على مجريات المباراة وخلق العديد من الفرص وكاد أن يسجل في الدقيقة 20 عن طريق تسديدة من آدم شكيري مرت محادية بالعارضة الأفقية ووصل المنتخب يعني الجزائري اعتماده على المرتدات وحاول استغلال الكرات الثابتة والتي كانت أخطرها تسديدة قوية في الدقيقة 25 وجدت يعني اللاعب في المكان وين وجدت الحارس في المكان المناسب وأثمر يعني الضغط ومحاولات العناصر المغربية الهدف في الدقيقة 28 عن طريق رأسية من زكريا الوزان بعد مجهود كبير من أيمن نيري الذي قدم كرة على طبق من ذهب لزميله وكاد المنتخب الجزائري أن يتدارك التعادل في الدقيقة 35 لولا يعني تألق الحارس الذي تصدى للانفراد على علي زياد ليتواصل الضغط الهجومي الجزائري وسط استمادة كبيرة من الدفاع المغربي والنهج الأسلوب يعني الهجمة المرتدة وانطلق الشوط الثاني بمحاولات محتشمة من المنتخبين مع العديد من الكرات الضائعة والأخطاء المرتكبة من الطرفين دون أن أي جديد على مستوى النتيجة واستيقظ المنتخب المغربي هجوميا على واقع الهدف الثاني عن طريق زكريا وزان في الدقيقة 75 مستغل أخطاء دفاعية كبيرة من الجانب الجزائري في المقابل لم يغير المنتخب الجزائري من نهجه وظل معتمد على الهجمات المرتدة وكذلك الكرات الثابتة والتي ظلت بدون خطورة على المرمى المنتخب المغربي وضغط المنتخب الجزائري من أجل تقليص الفرق ليأتي العقاب من آدم شكيري بهدف ثالث في الدقيقة 87 عبر تسديدة لا تصد ولا ترد وإن أستلت الستار عن مواجهة وتسببت في مغادرة الجماهير الجزائرية قبل دقائق من السفارة الحكم هذه هي الناس اللي تلعب تمنوا لهم الوصول النهائي إن شاء الله بربي ينشطوا النهائي خاوتنا يعني أكتشو كيفاش حنا هنا يا مكاش دورة ما فيهاش دورة ما فيهاش نتمنى إن شاء الله بربي المنتخب المغربي يكون في النهائي نشط النهائي هذا مكان يستاهلوها خويا خدامة ناس خدامين هذا هو اللي يخدم ينال اللي يخدم ينال خويا بصحتهم يا رب العالمين بصحتهم ألف 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 مليون مليار بصحتهم أنا أقولها لكم هذه هي صحتهم 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 أنا الله ما تربحوا والله لا قعدتوا كيما هكا أنا أقولها لكم
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا ولي مشي ابوني معنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.